السلام عليكم، معكم اختكم ليلى. ليلى الصريدي، اختكم في الله ليلى الصريدي. انا عندي واحد المشكل تاع الصحه تاع ولادي. هو المشكل اللي كان هو فتحت لها الوليد، هي العمليه اللي درت ليه تاع القلب، قالوا لي باقي عنده عمليه اخرى. هو الدوسي ديالو، هو الدوسي ديالو ابراهيم. هاد البنية عندي، هاد البنية أسية، حتى هي كانت تعاني ليا من مشكل في القلب. هاد الدوسي ديالها، اللي بغى يتعاون معايا الله يجازيكم بخير، توقف معاكم الله يجعل ما تواكم الجميع. وغير كاريا، هانتوما راه غير كاريا خوتي. هاي وقت الكرة غادي نسالي نهار 6 ايام في شهر، شهر جوج وما بقى والو معاه، ما كاينش كيفاش ندير انني باش نقدر نجمع هاد المبلغ. اصلا انا غارقة بالدين على حسب العملية تاع ولدي، داك الدين اللي كان تيتسني، ودوك الفلوس اللي كانوا تيتسني الدين على حسب ولدي. باقي كاع ما كملته، واني دابا مع هاد كورونا وقفات الخدمة، وقفات اللي قال العمل وداكشي، والناس ما بقاوش مساكن مسكرين باش يعيشوا. وانا دابا خصني ما بقات لي غير 4 شهور للكرا، ومازال ما عندي حتى ريال فيه. الله يفرج العام، واللي بغى يتعاون معايا مرحبا. الله يرحم الوالدين اللي ما بغاش يتعاون معايا، اللي الله يدعي معايا، الله يجازيكم بخير. وسمحوا لي بزاف، واخا انا ما كنتش بغيت ندير هذا الفيديو، ولكن والله تعالى.